اهلا بكم معانا في موقع اوكازيون، والنهارده معانا منتج جديد وحصري تصميم وتنفيذ موقعنا اوكازيون دوت كوم. منتج مميز وبيحتاجه كل بيت حابب يضيف لمسه جمال لبيته، وهي لوحه او تابلو غطا العداد. بنفتح مع بعض التابلو ده كده، لو انت عايز تغطي عداد الكهرباء او لوحه المفاتيح بتاعه الكهرباء عندك في البيت بشكل جمالي، رسمة محفورة بالشكل ده كده، وطبعا عليها الإمضة بتاعتنا، لأن التصميم ده أو الفينش كله عامة أو التابلو كله عامة تصميمنا من الألف للياء على موقع أوكازيون، يعني مش هتلاقيه موجود في السوق إلا عن طريقنا. ده شكله على الطبيعة يا جماعة، وحبينا نبين لكم دقة التفاصيل اللي احنا عاملينها، وكمان بيبقى فيها علية مفتيح زي ما حضراتكم شايفين كده، تقدر تعلق فيها مفتيح البيت، تفتح لفوق، وطبعا خشب محمل. عملناها ازاي؟ عملنا التصميم بالشكل ده كده، حبينا نوريكو التفاصيل سريعا. احنا ده تصميمنا حصريا على موقع اوكازيون، احنا نفذناه في مصنع خاص بينا، وتم عمل التصميم وحفر الليزر بالشكل ده اللي قدامكم. ده فيديو على الطبيعة اثناء التصميم والتنفيذ. نفذنا وعملنا الشكل اللي قدامكم ده على الطبيعه، وهتاخد ميداليه هديه طبعا لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب. تعالى نشوف التفاصيل اكتر للابعاد. عرض اللوحه دي كام؟ عرضها حوالي 51 سنتي، ده العرض الخارجي مش اللي جوه، يعني ده عرض التابلو كله 51 سنتي، وطبعا الارتفاع بتاعه بيكون نفس المقاس 51 سنتي، ولكن بعلية المفاتيح هيبقى أكبر سنة عشان خاطر علية المفاتيح ممكن يوصل معاك لحوالي 53 سنتي، وآخر لوحة العداد حوالي 49. ده كده الخارجي. تعال نشوف الداخلي من جوه اللي هو هيناسب معاك كل أنواع لوحة العدادات أيا كان حجمها. طبعا داخلي جوه حوالي 40 سنتي بالظبط، 40 سنتي طول في عرض. فانت لو عندك اللوحة كبيرة او صغيرة هتناسبك لانها 40. اما طول علية المفاتيح بيكون حاجة و60 63 سنتي بالظبط. طبعا انت لو بتحتاج مقاس اكبر او اصغر بتقدر عادي تطلبه من على الموقع، لان احنا اللي بنصمم وبننفذ، مش هتلاقي المنتج ده في السوق الا عن طريق موقع اوكازيون دوت كوم. طبعا رابط الشراء هسيبهولك تحت اسفل الفيديو، الرابط المباشر، ولكن هو على الموقع بتاعنا اوكازيون دوت كوم، وده اللي مكتوب على الفيديو، الدفع بعد الاستلام ومراجعه المنتج. حمل التطبيق من على متجر جوجل بلاي واستفاد بخصم 5%.